كرسي ولا زي هذه الحالة. راح يضربك راح يديلك فلوسك وراح يديلك. روحي يا انت متي. السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتاتي، اليوم جيت باش نحكي لكم واحد المشكل عندي مع واحد العائله اللي هما نسابي، والغريب في الامر ان هاد العائله عندهم مشكل نتاع الورد، كيتناقشوا على شي ماندا نتاع عمهم، والغريب في الامر ان هاد الماندا كان مكلف بها الولد ديالها اللي هو بلا اسماء الولد ديالها كيخدم عون سخرة في المحكمة، وهو اللي كان يخلص، ماشي هو اللي كان يخلص انما هو اللي كان يمشي معها باش تخلص، هي كانت توقع وهو كان يدي الفلوس على اساس كيقول لها باللي راني كندس لك في صندوق الطوفير. هاد الشيء من التاريخ من 2008 الى غايه 2019. مهم باش ما نقول شي حاجه اللي هي خارجه على الاطار ديالي، انني تزوجت هاد البنت بنتها في هاد 2017، وجاء الاخ ديالو اللي هو كاين في السويد وطلب مني ان الزوجه ديالي تقابل هاد الام ديالو اللي هي حناها وكتقول باللي مربيتها بنتي هذه، كتقولي باللي مربيتها وهي كتقول باللي مربيتها وهي بنتها. اه بنتي راه بحال بنتي وسها امها هنايا وكل شيء باها وخوتها. مابقاش اكتشفوا المشكله هادشي خويا، اكتشفوا هادشي في المرضى ديالها اللي طاحت هي مرضت، انا ما كنتش هنايا، المرض ديالي هي اللي داتها للوبيطال البولي كلينيك، داتها البولي كلينيك. ومهم انا بقيت كنتصل بهذا الولد ديالها كنقول له سير شوف امك واشنو عندها ولا اسمه، مشاو حد معاها ولا جوج، والاخرين هي كبقات كتقول غير انا خصني نجي، انا السيد اللي داها بالهوندا كيقول لي اجي راه هاد السيده ما بغات حتى شي واحد بغاتك انت. ومين مشيت المهم كان الطبيب كيقول باللي كوفيد لان كانت عندها السخونه طالعه، خلينا هدرنا تاست كوفيد جبناها هنايا. المهم ملي مشات صدقت عندها كوستيباسيون عند الدكتور ابو زيد بلا ما ندخل اسماء كداوي عنده، وهو اللي لقى لها الضر ديالها وريحت هاد السيده. مجرد ما ريحت على يومين ولا ثلاث ايام ناض هاد ولدها، لان كان عندها معاه حساب تاع فلوس ولا كتقول له اعطيني فلوسي، جاب لها واحد الكارني فيه واحد مبلغ مالي كان مخليه ولو نقولوا قليل، لان الا جيت قرر تحسب داك الشيء ديال المده ديالها راه ماشي هو هذاك المبلغ اللي كان خصو يكون عندها اكثر، ومع كامل الاسف ملايين و700 وشي صرف هكا ما يوصلش واحد 400 درهم. هاد المبلغ المالي كان عندها في لابوست، وطلب مني ولدها اللي هو في السويد باش رافقها باش تحيدوا من لابوست وتجيبوا الكونت ديالها في الشعبي. ملي مشيت معاها وجيت وهما عرفوا بلي مشيت وجيت كيقولوا بلي انا ديتها، انا ما ديتهاش، هذا المبلغ خداته من لابوست ودارته في الشعبي، كاين اوراق كتبت هذا الشيء، ماشي هكا هضره ولا كما كيتهموني هما بعض الشكايات بلي انا راني كندي فلوس امهم. انا ما كندي فلوس امهم، لا علاقه لي بهذا الموضوع، انا جيت هنا كشخص باش الزوجه ديالي تقابل حناها. اما فيما يتعلق فلوسها انا ما كتعطيني شاك، ما كنمشي معاها في شي شاك، ما مؤخرا ملي ناض هذا المشكل هذا اللي جوج ديال الخطرات دخلت معها باش انها تفيرسي هذا المبلغ بحكم خايفه، وطلب مني ولدها هو اللي طلب مني هذا الشيء وهي. والمره الثانيه طلب مني الاستاذ عندها محامي ديالها طلب مني انني نجيب واحد الرولفيات ديالها. الغريب في الامر انه هاد الناس هادو رفعوا دعوى ضد امهم، الاولى كانت استعجاليه في اطار التجميد، والقانون جرى مجراه والحمد لله انه ترفض ذاك الطلب، وانما كان اتضح لي تما واحد شويه ديال شي حاجه اللي ما فهموهاش، هما ان هاد الناس هادو دخلوا الكونت ديالها وجابوا له الفيات، وهاد الساعه هذه كيتهموني انا باللي انا اللي ديت دوك الفلوس، وانا هذوك الفلوس كنقول لكم وكنعاود لها انا ما ديتش، ولا علاقه لي بشي حاجه سميتها الفلوس، ولا علاقه لي بشي حاجه سميتها الشاك، وها هي السيده قدامكم هي اللي غادي تكمل لكم ما تبقى من القصه اللي عاشتها ومازال كتعيشها. وبغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، راه واحد الشيء اللي ما يتصوروش العقل انه الماين ولا تخاف ولادها ما كتقدرش تخرج للزنقه. كلوني غادك شاك راه واحد الشيء احاسيس رهيبه في هذا المجتمع.
وهذا السيد هذا راه كي يمثل انه عاون قضائي وكيتهدد كيهددنا بانه هو اللي في المحكمه عاون قضائي عاون سخره عاون سخره نقولوا شاوش في المحكمه بمعنى الكلمة شاوش في المحكمة وكيدعي أنه عنده سلطة وأنه عنده معرفة وأنه غادي يجيب لابي يجي لمو وجابهم لي في المرة الأولى ومع ذلك طحت ونط وشي تقلبت عن طريق الصدفة على شواهد وتبتل دوك الناس هذوك الفلوس فين مشاو لأن رزق أمهم وأمهم مريضة عندها أربعة ديال الأمراض ما كتوقفش التداوي مرارا وتكرارا وكنديوها أنا ولا الزوجة ديالي بالرغم من ذلك انه هاد الناس هادو مهما ان احنا كنطيحوا ونوضوا في هاد الشيء هما كيتهمونا بالخيانه وكيتهمونا باللي كنشربوا الدواء لهاد السيده وكتنعسوا كنديو لها رزقها هاد الشيء ما كاينش والمضمون ديالي من هاد الشيء كامل انه نوصل لهاد الناس المسؤولين انهم يتاخذوا هاد الملف بعين الاعتبار ويلقيو نظره صحيحه درت شيك يا اخي درتها بواحد الاوديويات صافطوهم لخوهم اللي في السويد وواحدين صافطوهم للزوجه ديالي هاد الشكايه كانت فيها السب والشتم والقذف عندي ادله وعندي اوديويات وعندي افراغ وعندي حوايج ديالي مهما انني درت الشكايه وملي مشاو هما عيطوا لهم البوليس قالوا باللي انهم ما صافطوا لي منكروا هذاك الشيء كامل ومشى داك الملف للتحفيظ والان انا كنجري في اطار وكنسمع لهاد الناس المسؤولين كنقول اودي الا ممكن انه يخرج داك الملف واللي يعاود فيه تحقيق من جديد راه خوهم كيشهد فيهم وراه ما تبقى كاين في التليفون وراه الحمد لله البلاد مطوره وكاين حوايج اللي كتثبت هاد الشيء الغريب في الامر هو هذا السيد هذا كيكذب على هاد المسؤولين ورديهم في الغلط واذا كانت شي حاجه انا مستعد نوضحها امام القانون ومستعد انني الا كنت مخالف نتعاقب مي الا ما كان عنديش حتى شي حاجه كنطلب من هاد الناس يردوا لي الاعتبار ديالي ويحيدوا هاد الظلم اللي هاد السيد ظالمنا وظالم امه وسمحوا لي خوتي وخواتاتي لا طولت عليكم اخويا لاكارت كيشي نقول كان على حد المعرفه ديالي اللي عارف في هذا الموضوع هذا هو ان السيد دا معاه مو لا بونك وطلب لها كارت كيشي وداها هو وها هي مو قدامكم ما كتعرف شي حاجه سميتها كارت كيشي ولا كود ولا من رغم السين ديالها وما عندها شي مستوى اللي نقولوا غادي تدخل به لاكارت كيشي وتجبد دا السيد كارت كيشي جبد بها في بزاف ديال البلايص ادى الفلوس الوقت اللي السيده مشات عن طريق الصدفه باش تسول على الشهريه ديالها واش دخلت ولا لا شي مود فاطمه في لابونك قالت لها باللي انها الفلوس عندها كتخرج بزاف وها هي غادي تكمل لكم اللي راني نقولوا باش ما نقول شي حاجه اللي خارجه على الاطار ديالي راهو شاهدين ها هي خالتي واه الفلوس قالت لي كيفاش الفلوس قالت لي واه انا يا مشيت وهي ضربت وهي قالت لي شكون راه يخرج هاد الفلوس كل يوم كل يوم يخرجوا قلت لها قالت لي نبلع بلعت هذاك ودارت لي الداخل نخلص داروا لي الشاك المدير دار لي الشاك ابقى يدير نخلص تما ابقى يدير قال لي روحي اعطيني ديك الورقه اللي كنت تخرج بها قال لي روحي للجهاره وقول لهم واحد الورقه طاحت لولدي هنايا كان يخرج بها ويعطيوها لك منين مشيت ديك تاع الجهاره قالت لي ما نعرفكش انت اللي كان يخرج يجينا ما بغاش يمشي وهو الدار حذاه تما كان يسكن حد البوشطه حد البنكه وقولي راهم يهدوني كلشي راه متفقين باغين يقتلوني وهاد الفلوس اللي جمعتهم تاع الطب راهم قال لي اللي في البوشطه قال لك كون كان يجمع لك مده هذه اللي كان يخلص قال لي فين بقى يبكي بالدموع قال لي كون كان عندك شحال قال لي كان عاد كي بدا يحط من شافني زيرته عاد بقى يحط بقيت كل ساعه ونقول له هاش كل يسولني ها واش قلت لهم وليه يعبى مع راسه يقول درك تفيق بيا والو نهار اللي مشى يخرج صابها نبلع قال لي انت بلعتي قلت له واه الفلوس خرجوا ها هما يمشيوا للبنك ويسولوا علاش ما يمشيوش اه قال لك واش كنتي تمشي للمحكمه باش تشكي قولي له كنت نمشي وما يخليهمش ندخل وجا ولدي من الخارج على سبتي وما خلاوهاش يدخل والدابز معاه تما ونوضوا الزقه وفكوهم وخرجونا البوليس انا وياه ويقول لي غادي نصيفطك للكوميسيريه الكبيره ويحكوك قال لي قال هو كيجي ولدك ولدي اللي راه في المحكمه
اللي راه في المحكمه في المحكمه قالها لي في المحكمه قالها لي دابز مع اخوه قال له ندخلوا عند الوكيل وما خلاش اخوه جاي من السويد على سبتي ومخسر المركوب وما خلاناش ندخلوا ولا هكاك مشى وداير العمليه وشاع عاوتاني ايه عنده التوفيته ومشى وما خلاناش ندخلوا. راني باغا يعطيوني حقي يقول لي فلوسي فين مشاو يوريني فلوسي فين مشاو ويسهرني من هاد الحس اللي راه كل ساعه ينوض لي يدفع لي هاد البنات علاش هادوك ما بيني وبينهم والو هو دفعهم باش نتاغي معاهم وهو نخليه كيلها يا بقيت الله يا غير معاهم هما هما شكاو بيا ليه هما شكاو بيا ليه انا شكيت بهم ليه وهو مخلينه هذا عرهم دارهم ليا الشكايه ديالها اللي دارتها بخيره الامانه بغيت نوضح لكم غير الشكايه اللي دارت الحاجه بولدها اللي كان يدي لها دارتها في شهر 6 لغايه لحد الان مازال ما بان فيها حتى شي حاجه وغير هو باش يفوت عند البوليس ويستمعوا له كانت المده اطول يعني هذا كيتماطى وكيقول باللي هو ما عنده حتى شي واحد اللي غادي يقدر يحاسبه وحتى شي واحد ما غادي يقدر له سيريا ما بغاش يجي حنا نقولوا كلنا مغاربه وكلنا كنقولوا الله الوطن الملك وكلنا كنتمشاو بمسطره قانونيه واللي راه كيقول انه عنده شي سلطه ولا شي نفوذ يكون عن طريق القانون ما يكونش عن طريق الخلاف وعن طريق التهديد وكيبين راسو باللي هو شي حاجه اما بالنسبه لي انا راه ما عنده حتى شي حاجه الحاجه الوحيده اللي عنده هو ضد امه انه هو اللي كلامه وهو الغريب في الامر انه هاد خوته عارفين الحقيقه ديالو ومع ذلك جاوا معاه ما نقولش كل شيء وانما ثلاثه جوج بنات وولد وواحدين اخرين على برا عمر لهم راسهم بواحد الطريقه علمهم حسبي الله ونعم الوكيل هذه اخر هضره نقدر نقولها حق هذا السيد هذا حسبي الله ونعم الوكيل وكنطلب المسؤولين انهم يتخذوا الاجراءات ويوقفوا على هذا الملف بواحد الصرامه وينصفوا هذه الانسانه اللي هي في 86 سنه ولا اكثر يمكن راها بركه لينا والمغاربه كاملين وهي امنا وام الجميع البكري ديالي اللي راه في السويد راه عنده 80 عام ولا اكثر وانا مرمدين فيا كل ساعة جايب استدعات كل ساعة الكوميسيرية هذه ولا ما يسعرش كاع بها هنايا من حكيت ليهم وكل شيء وخرجوهم منا جاو يهدوا عليا خرجوا الكبيرة منا جاو يهدوا عليا ويشمشموا واسم كاين وراهم يهدوني هاني دايرتها كان فين بداي الساعة عاوتاني دارنا خطرة مداولة خطرة أخرى فين حل الكتاب وقلتها له دارها باللي راهم تهداد وسمعت قال تهداد هدوني راهم باغيين يقتلوني وراهم يحوجلوا لي على الشاكه